السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم جيتكم بفلوج رقم 4. طبعا هذا الفلوج راح تبيع عن ثلاث اشياء مهمة للبايكرية. اول شيء راح نحكي عن البايك شلون تسوقها، وشنو النوعيات اللي ممكن تختلف من نوعية لاخرى. زين، هذا اولا. ثانيا راح احكي عن شلون تلزم بريك. البريك احنا نعرف القدام او الامامي يحتاج تقريبا 75 او 70% ياخذ من قوة الدراجة، او يعني انت كل حيلك تذبه بهذا البريك، و 30% تبقى او 35 او جوا ال 30% على البريك الخلفي. تمام، اكو طريقة اسهل اللي هي طبعا الجير اهم شيء بعملية الفرامل. هي ما راح تسوي لك عملية فرامل، بس راح تخفف من الدراجة. راح تسألون شلون انت لما تمشي بسرعة لازم شلون تخف من الدراجة قدر الامكان حتى تقلل من استخدام الفرامل. اولا لازم ترجع نمرة صحيحة، يعني تمشي اول ثاني ثالث، من ترجع ما ترجع قبل على الثاني، لازم تخلي الدراجة ويا نزلتها او ويا هدت السكليتر مالتك، يعني مو انت دايس وترجع نمرة ثاني، هذا شيء غلط. فالجير اهم عامل بتخفيف الفرامل. تمام شباب، طبعا اليوم لبست السيفتي زين، بس الجفوف ما لبستهن لانه شوية حارة اليوم، يعني مو مال جفوف وهالشكل، يعني تعرفون شلون. فهسه راح اراوكم عملية الفرامل بالجير تصير شلون. تمام شباب، يلا نقول يا الله نتوكل. بسم الله. طبعا لما نريد نخفف هنا راح تصير عملية الفرامل. نزلت الدراجة، نزلت هالسيدة تخفف من واحدها، انطيها بنزين بعد تمشي ازيد. تقريبا وصلنا الساعة 200، هسه راح نخفف. رجعنا نمرة، بدها تخفف الدراجة شوية شوي. حاليا شوف السرعة شلون جاي تنزل بسرعة. رجعنا على النمرة الأولى أو الثانية، هاي الأولى، شوف شلون خففت. راح نمشي. هاي يا شباب عملية تخفيف بالجير. الشغلة الثانية يا شباب السيفتي أهم شيء. طبعا السيفتي كله ما يكلف تقريبا 100,000، يعني تقريبا 80 دولار او 85 دولار. يصير الدرع اللي على الصدر وعلى الظهر وعلى الايدين اللي هي هاي الكسارات زين، و الجفوف. طبعا شوف اكو نوعيات هواي، انا استخدم من النص الجلوس، استخدم النص لان احلى شوية، تعطيك سلاسة باستخدام الكليتش والبنزين. الخوذة يعني حسب النوعية اللي انت، طبعا هي اي خوذة، بس اكو نوعيات زينة مفيدة تحميك يعني بالطيحات بالحوادث. راح نشرح الشيء الثالث. الشيء الثالث هو الكيرفات يا شباب. الكيرفات طبعا الدراجات تختلف بالكيرفات، كل دراجة لها خصائصها بالكيرف. يعني مثلا عندك، نجي على رأس القائمة الهوندا. طبعا الهوندا أو الـ بالبداية احنا ما مرغوب عندنا بالعراق، فأنا ما اريد احكيهم. الما مرغوب مثلا دوكاتي يعني تقريبا افضل دراجة بالعالم من حيث الكيرفات. تجي من بعدها الياماها الار ار الار 1 العفو ار 6، هواي دراجات. تجي من بعدها الهوندا كاستخدام عمومي بالعالم.
طبعا المكسيك امريكا هواي هواي من الدول تستخدم هذه الدراجة. طبعا هي بحسب يعني اكو ناس تستخدم الار ار هوندا ار ار، ناس تستخدم الدفل، ناس تستخدم انا مثلا استخدم الافراي. طبعا هو مثل ما يقولون كل واحد على قد فلوسه. زين الدراجات الحديثه كلش غاليه. عموما الكيرف، الكيرف يختلف من دراجه قلنا الاخرى. جبنا بالتسلسل دوكاتي ياماها، رجعنا على الهوندا، تجي وراها الكاوسكي. طبعا الكاوسكي من الدراجات جدا عظيمه. راح تسألون ليش؟ اولا محرك صح خشن بيخشونه، بس بنفس الوقت محرك عظيم بمعنى الكلمة، سلس خشن وسلس. هاي المعادلة اللي سواها بالمحرك ما جاي افهمها بصراحة. طبعا هم اذكياء حيل. المهم هاي واحدة. اكو شغلة ثانية، الكاوسكي طبعا يستخدمونها اكثر شيء بالستونت، يعني هي مرغوبة من ناحية الستونت، وكنا نرغبها من ناحية مثلا الدراجات الحديثة من 2016 وانت فوق يعني وانت صاعد، يستخدمونها بالكيرفات بالمسافات الطويلة. بس انا افضلها كدراجة للستونت، ما اعرف يعني هذا انا هيك اشوف. المهم نجي على التسلسل اللي هي السازوكي. السازوكي من دراجات العملاقة من ناحية السرعة، من ناحية بس بيها شغلة. السازوكي تختلف عن باقي الرايدات كلهن بسبب انه اولا هي ثقيلة، دراجة ثقيلة. اوكي هي الالف، محرك الالف هو نفسية الهوندا الالف، بس كثقل يختلف، كوزن يختلف. السازوكي وزنه دائما يصير اعلى من باقي الدراجات. زين السازوكي بشغلة انه بالكيرف يصير ثقيل، ثقيل حيل، يختلف عن باقي الدراجات. طبعا هاي سيطرة بس خلنا نطلعها. السلام عليكم. اي نرجع لموضوعنا. قلنا السازوكي بالكيرف شوية ثقيل، يعني الراد السايق مالته او اللي متعود على يسوق سازوكي، نوعية سازوكي حسب ان كانت جيكسر او ان كانت اي دراجة، اللي متعود على سوزوكي ما يقدر يسوق الدراجة. ما أعرف هاي معادلة خلوها بين السوزوكي والهوندا وباقي الدراجات. السوزوكي نوعيتها ثقيلة، بالكيرف يحتاج لها شخص ممارس، يعني هو متعلم عليها، متعلم هواية يعني ويحبها للدراجة. أنا بالنسبة لي أبد ما أسوق السوزوكي، طبعا من ألف الحجم الألف أنا أحكي. فعموما الكيرف بسيط يا شباب، يعني اللي يقول لك الكيرف صعب لا والله بسيط، بس شنو يتطلب الكفرات مالاتك انه تكون ناعمه سوفت او نوعيه زينه، لان اكثريه تجي ويا الدراجات اللي هي نوعيه صلبه يسمونها هارد او السوبر هارد. هاي عندنا ما مرغوبه لانه هي مشارع يعني مو مال ريسينج وكيرفات وهالسوالف، تفهمون شلون؟ فدائما يجي التاير قاسي شويه، وبال يعني وبعض الاحيان تحتاج انه لازم تسخن التايرات مالاتك او الكفرات. زين ال 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 الكيرف يحتاج لشغلتين، انه اذا انت سايق دراجه بدون ما اشرح لك المقدمات راح تفهم شلون اللي راح احكي. لما تريد تلوف الدراجه طبعا هي بيها وزن، وزنها مختلف فيزيائيا، يعني اذا تلوف على على صفحة اليمنى الدراجة وزنها يكون على اليسار، لانه مقياس الهواء اللي هم مصمموه للدراجة ومقياس اللوفة مالتك راح تكون الوزن على الجهة اللي الوزن على الجهة اللي انت ما تلوف بيها، يعني الوزن مال الدراجة راح يكون على الجهة اللي انت مو لايف بيها. يعني لما تلف على جهة الوزن راح ينعكس على هذا الجهة. هذا الكيرف. بالنسبة لشلون تلوف الدراجة بالنسبة 60 أو ما طبعا 60 هواية، 55 أو 50% من الكيرف، لازم
تنحني ويا الدراجة، جسمك وزنك يكون ويا الدراجة هالشكل هالشكل هالشكل، يعني انه الدراجة تروح وين ما انت تروح، ذاك يقول لك اضغط على هاي الجهة وذاك يقول لك اضغط على هاي الجهة، هي اوكي راح تلوف، بس هي كمعادلة انت لازم انه تلوف ويا الدراجة بالجهة اللي هي تروح لها، يعني مثلا يسار الوف يسار، بس خلي تفوت هاي السيارة، افوت يسار افوت يمين هالشكل، اروح ويا الجهة اللي تروح بها الدراجة، هالشكل يصير الكيرف. طبعا احنا ما عندنا كيرفات، كان سويت لكم والله كيرفات قوية، بس مشكلة ماكو طريق اداء، شوف الرمل باع، يعني شلون اسوي كيرف بهيج رمل، بس مامون. المهم هاي بالنسبة للكيرفات. شرط تحكي بعد بالنسبة للستونت او التعليق، يا شباب التعليق يعتمد على الدراجة، يعني الدراجة اذا متروكة صار لها هواي، فالستونت او التعلي او الرفع تواجه به مشكلة، لان الدراجة بعدها ما ماشي مصافي، المحرك مالتها مداير هواي، تعرف شلون، فيحتاج تسخين هواي للدراجة، يعني فد 3 ايام او 4 ايام انه الدراجة تمشي بشارع، محرك هاي يشتغل على طول، حتى شنو ما تخربط عندك. ودائما الرفع على النمرة الثانية يكون احسن من النمرة الاولى، لان النمرة الاولى بيها تعجيل هواية، يعني لما انت تدعس نمرة اولى وتظل تدعس الدراجة كأنما تقمز من ايدك، يعني ما تسيطر عليها. طبعا انا طلعت على طريق خارجي، طريق البصرة، بين البصرة والعمارة، حتى اخذ راحتي بالحكي، لان ازدحامات هواية هواية، كلش هواية بالمدينة، استلموا هذا اول ازدحام. تقريبا قريب على السوق. المهم يا شباب راح اشرح بعد شغلة اخيرة، البنزين شباب، البنزين اهم شيء، انه لازم اذا انت عندك دراجة رياضية، خاصة اذا كانت الشوتة مالتك رياضية او هي الدراجة نفسيتها رياضية، فانت تحتاج بنزين نوعية جيدة، يعني اقل شيء يكون سوبر، طبعا احنا ما عندنا سوبر بالعراق، لذلك نستخدم المحسن، هو نسبته 95%، اذا كان 95% صحيح، نعم العراق ما بي شيء تمام، ما بي شغله عادله. بالنسبه اكو محترفين فلوقات بالدراجات وبغير اشياء بالكارات بالسيارات، يعني العفو عندهم احتراف في الموضوع، عندهم احتراف، يعني هم عندهم كاميرات اقدم من عندنا، ممكن يقدرون يسوون من زمان ومتعلمين على هالشيء. انا عن حديث جبت الجو برو، كانت عندي كاميرا عاديه اكشن، هاي الكاميرات الاكشن العاديه اللي ما تجاوز سعرها $80، زين، فاكو فوارق يا شباب، يعني انه بيننا وبين الناس اللي تسوي فلوقات باحتراف. فقلت لكم انا عن جديد دا اسوي هاي الفلوقات، مو محترف، اسوي الفلوقات على قد اللي اعرفه، وطبعا اكيد جاي اسوي انه اللي تقولون عليه، اكو بعض الشباب رادوا كذا فلوق كذا فلوق كيرفات مدري شنو، فدا احاول اسوي اللي اقدر عليه، واعذروني خاف اقصر ياكم، ويا ريت تدعمون القناة وسوونا سبسكرايب، خلي تكثر القناة، وهاي فرحة طبعا إلي وإلكم، مثل ما تفرحوا لي أنا أفرح لكم، والله العظيم هذا كيرف، بس والله العظيم كله طسات، يعني مستحيل واحد يقدر يسوي بي كيرف. شوف نانا راح تبدي طسات، هاك شوف هاي شلون شلون واحد يقدر يسوي كيرف بهيج مكان. بس اكو كيرف لي ورا راح نروح عليه، انه بلكت يكون احسن، قول يا الله توكلنا على الله. يا شباب دائما توكلوا على الله، طبعا ماكو اهم شيء
أهم من الصحة. وترى بس الله الحافظ. يا الله، هذا أول كير راح يكون على هالجهة، سكون ما حد بيه. يا رب يكون فارغ وما بيه رمل وهالأشياء. شوف شوف يعني ما أعرف صدق كذب حجي. هذا أول كير، طبعا كله رمل، والله كله رمل. أوف، طبعا كيرف طبعا كلش قوي، يعني كلش مو بسيط. طلعنا من عنده بسلام. طبعا عند التار القدام او الامامي، الكفر الامامي طبعا مو كفر حق كيرفات، لانه اعتقد هو مال مطر، لان انا قريت مكتوب عليه رايننج، رايننج يعني مهرب، لا امطار يعني، وينتر، العفو وينتر، مكتوب عليه وينتر. اوف اوف اوف، اكو واحد شيء خفيف. طبعا حاليا لحد الان انا ما لزمت بريك، هذا الشرح يعني اضيفه للشرح اللي فات، انه دائما خفف بالجير حتى ما تستهلك عندك الفرامل هوايه، لان ترى الفرامل كلش غاليه، وخاصه اذا كانت نوعيتها برومبو، من النوعيات جدا غاليه، يعني تقريبا توصل اسعارهن اللي احنا نسميها فلنجه، والديسك يوصل سعره 3 اوراق ورقتين، ورقة ونص هالشكل، يعني حسب ال... هم درجات يعني مو درجة واحدة. طبعا انا اسف صيحت وعياطت، لانه يعني اجى من مكان مفتوح وريدي يلوف على جهة عجيبة غريبة، والله اول مرة اشوفها بحياتي، يعني اول مرة اشوفها بقانون السياقة. انا ساق سيارات اكثر من الدراجة، بس مو هالشكل، والله مو هالشكل، وضعية زفت. اوف يا ربي، المهم استغفر الله رب واتوب اليك. نحاول نهدي، ما تسوى. انا اسف، طبعا اسف للولد هم صيحت عليه، والله يعني شو اسوي، يعني ما فقدت اعصابي. طبعا هاي مو اول مرة يعني، بالمناسبة هذا يمكن سهل الموقف، اكو مواقف تصير والله العظيم ودي ما اركب دراجة بعد، بس اسوي، موضوع مو بايدي، خارج عن سيطرتي. طبعا ياشر اللي اريدنا نصعده هو ايش كبره، بابا غير طيح الدراجة في القاعة. وانا واحدة ما حاملتني، نبى صعدك؟ لا لا شاقة يعني، بس اكيد ما تحمل اثنين، هي الدراجة مخصصة لشخص واحد مو مال شخصين. يا الله، اذن طبعا وقت صلاة، اللهم صل على محمد وآل محمد. فحاليا نرجع للبيت، لأن وقت صلاة ووقت عشاء بنفس الوقت. للي ما يعرف اسمي، طبعا اسمي أبادر مالك، أنا من العمارة بس أدرس ببغداد، صار لي تقريبا 4 سنوات وهاي السنة الخامسة. يعني على العموم انا ساكن ببغداد اكثر شيء، بس بالعطل او وقت اللي ماكو دوام انا ارجع يم اهلي، لان اشتاق لهم تعرفون، يعني ماكو احلى من الاهل. ف ان شاء الله من نروح لبغداد راح اسوي لكم فلوقات كلش حلوه، وبلكت نغير هاي الدراجه.
اعتقد نوعية الزيت اللي خليت الدراجة نوعية رديئة، سواء الله جبتها تقريبا 45,000 دينار عراقي، طبعا ما يعادل 30 دولار. الدراجة حلوة. المهم بس هو جيرماني، ميد ان جيرماني، يعني توقعت انه يكون زين، بس والله ما اعرف الظاهر مو. ولا يلا يعذون الواحد، يلا يمشون والله. حاليا راح نسد الفيديو، ان شاء الله نشوفكم فلوقات جايه. طبعا المعرض في التالي ذاك اليوم. المهم يا شباب نشوفكم مقاطع جايه، وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، ولا تنسون تعليقاتكم ارائكم حول الفيديو. طبعا قلت لكم يا شباب انا جديد ترى، يعني اعذروني عن الاخطاء اللي تصير. على العموم انا اشكركم واشكر متابعتكم والناس اللي سوت لي سبسكرايب ودعم للقناة، ويا ريت تدعمونها اكثر واكثر حتى اقدر انشر لكم بعد، وان شاء الله وصلونا هذا المقطع فت 100 لايك. ما اطلبه هوايه، لان تعرفون الجديد ما يطلب هالقد. زين وصلونا لايكات، وصلونا مشاهدات، حتى نضيف لكم مقاطع بعد اكثر، وان شاء الله اضيف لكم افكار مختلفه ان شاء الله بالفلوقات الجايه. That's it for today. هذا كل شيء لليوم، ونشوفكم على خير. يلا شباب، في امان الله.